يمر النائم أثناء نومه بأربع مراحل. المرحلة الأولى تكون ما بين النوم واليقظة، أما المرحلة الثانية فيقل فيها مستوى الوعي للأحداث الخارجية وتدريجيا يصعب إيقاظ النائم. والمرحلة الثالثة هي مرحلة النوم العميق، وفي هذه المرحلة يتم إصلاح وبناء الخلايا كما تتم عمليات النمو. ثم تأتي مرحلة العين السريعة، وفيها يحدث شلل كامل لعضلات الجسم بالرغم من أن موجات الدماغ تكون نشطة جدا كالإنسان المتيقظ، بل إن استهلاك الدماغ للأكسجين يكون أكبر من حالة الاستيقاظ. يصاحب ذلك عدم انتظام التنفس وارتفاع دقات القلب والضغط، ومعظم الأحلام تتم في هذه المرحلة، وهي تشكل حوالي 20% من مجموع ساعات النوم الإجمالية. وتستغرق هذه المراحل الأربعة 90 دقيقة تقريبا، وتتكرر عدة مرات أثناء الفترة الإجمالية للنوم. إن عدد ساعات النوم التي يحتاجها الإنسان الطبيعي تتفاوت من شخص لآخر، فإن كنت تنام 5 ساعات وتشعر بالنشاط في اليوم التالي فإنك غالبا لا تعاني من مشاكل في النوم. ولكن الدراسات الإحصائية تبين أن متوسط عدد الساعات التي يحتاجها أغلب الناس هي من 7 ساعات إلى 8 ساعات في اليوم، يقل في الحد الأدنى إلى 5 ساعات ويرتفع في الحد الأقصى إلى 10 ساعات. ويحتاج الأطفال مراهقون ساعات أطول تصل إلى 9 ساعات من النوم في المتوسط. في دراسة للمركز الوطني للإحصائيات الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية، وجد أن 2 من كل 10 أشخاص ينامون أقل من 6 ساعات في الليلة، وواحدا من كل 10 ينامون 9 ساعات أو أكثر في الليلة. هذا المعدل متوافق ومنسجم مع الهدي النبوي، ففي القرآن الكريم يقول الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. والحديث متفق عليه: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما. وبعملية حسابية بسيطة لتحديد معدل النوم الطبيعي من الهدي النبوي، وبعد إضافة ساعة القيلولة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، نجد مطابقة للمعدل الطبيعي إحصائيا والمنصوح به طبيا، وهو من 6 ساعات إلى 8 ساعات بمعدل 7 ساعات في اليوم.